انتم بحكم انكم كنتم رياضيين سابقين، هل كتشوفوا تجسيد هذه الفكره وتشوفوا نزالات داخل القفص بيحكمكمش الحنين لرياضتكم؟ يعني لو كان مازالكم دائما تمارسوا رياضات، هل كنت واحد تدخلوا في نزالات؟ لو كان انا خير لو كان نقول لك صح ها ولي كان حاب يدخل هذا كان حاب يبارتيسيبي، قال لي مازالني قادر وندخل وندير وكذا. صح كما تجيش منظم ندخل. امين زموري، امين زموري في حال ما شاركت وكان كذلك حمزه مشارك ولحقته في نلاش، شكون يربح؟ امين زموري فياس حمزه اسمه. قبل ما نعطيك لا ريبونس شكون اللي يربح ولا شكون اللي يخسر، بيان سور كومبا فيها الرابح فيها الخاسر، نروحوا نشوفوا المنازل تاع الخاصين بحلقه اليوم. اقل من 86 كيلوغرام بين عبد الجليل بوجمعه من ولايه تلمسان